يسعد لي مساكم وكل ايامكم، وثاني يوم عيد يا رب يكون فرحه وسعاده للكل. بهذه الفتره قاعد اركز على منتجات يمكن ما حد يتكلم عنها، اللي وتكون عباره عن اشياء جديده او تركيبات فريده. يعني منها معطر المناطق الحساسه اللي من كم يوم تكلمت عنه، لانه خالي تماما من الكحول. نيحك كذلك شيء مخصص للمنطقه الحساسه، ولكن لتفتيح المنطقه الحساسه. ففي بنات تقول دكتوره في كريمات نفعتنا، في كريمات ما نفعتنا لعدة أسباب، في مناطق تحتاج تقشير، في مناطق تحتاج تفتيح، في مناطق تحتاج ترطيب. إيش رأيكم لو اليوم نتكلم عن شيء في من الأشياء اللي تقشر المناطق الحساسة بأمان؟ أنا دائما أقول لكم يا سكن أوريل يا أحماض الفاكهة، هذا الشيء اليوم بتكلم عنه في مزيج من تركيبة السكن أوريل، في كذلك خلطة تفتيح منها الألفا-روبوتين، وفي ترطيب ومضادات أكسدة، وفي تنعيم فيتامين بي، فبالتالي ينعم ويفتح المنطقة الحساسة. شيء جديد رايكم بالأشياء اللي قاعد أتكلم فيها حصري بالعيد وما كانت موجودة هذه الأشياء جديدة؟ دائما أنا أتحدى بالتركيبات الأشياء اللي تكون فعالة، لأن من واقع خبرة أنا أعرف البنت شنو تحتاج وشنو البشرة اللي تحتاجها أو المناطق الحساسة. هذا للمناطق الحساسة. لما قاعد أقول لكم في خطوتين كنتوا ممكن تستخدمونها كتقشير، سواء أحماض فاكهة لازم ترطبون عقبها، سواء سكن أورين لازم ترطبون عقبها. هذا ايش رايكم ان 2 بواحد؟ وفوق هذا ما اقول لكم 2 بواحد، 3 بواحد. ليش؟ اول شيء في مقشر اللي هو ياسكن اورين او احماض فواكه اللي احنا كنا نستخدمه، وفي كذلك مرطب في بي فيتامينات بي، وفي مضادات اكسده، وفي ماده مفتحه اللي هي الالفا اربوتين. فكم 4 بواحد ولا 3 بواحد؟ وفوق هذا كله فريحته جميله جدا وسعره اروع مما يكون. سعره مو ما يتعدى 20، ما يتعدى 15 دينار، سعره 12 دينار يا بنات لتفتيح المنطقة الحساسة. راح أعطيكم نصائح استخدامه خيال. اللي كان يقولوا لي دكتور احنا السكن أورين حلو بس لازم ننطر فترة وبعدها نرطب، وساعات يقرصني وساعات أغسل وانطر، وهذا ما يحتاج تغسلين. هذا في نسبة بسيطة من تركيبة السكن أورين، وكذلك حاطلك في الترطيب بكريم واحد. وغير هذا كله نفس ما قلت لكم في تنعيم وفي مادة تفتيح إضافية. يعني غيرنا في السكن أورين، تركيبة السكن أورين اللي هي حيل فعالة بالتقشير، في تركيبة تفتيح وفي ترطيب، وريحته جميلة على فكرة. بقول لكم شغلة لتعزيز فايدة الكريم، الكريم هذا ممكن تحطينه مرتين باليوم، ما يحتاج أن تغسلين. بس أنا أفضل دائما إذا بتحطينه مرة تحطينه بالليل. ليش؟ لأن بنات لما تحطون على المنطقة الحساسة أنت وأنت بكرامة بتدشين حمام بتغسلين، فراح تقل فعالية الكريم خلال اليوم. إذا حطيتي حطي ما في مشكلة، بس أنت راح تغسلين خلالها، لكن لما تين تحطين بالليل وتنامين أقل عدد إن تدخلين الحمام أو تغسلين المنطقة، فيظل فعالية الكريم أطول وقت ممكن. غير إني أنصح بالأشياء اللي تساعد مرتين بالأسبوع إذا حابين تسوون صنفرة على المنطقة، وبس وادعوا لي شيء خيال.